بالعراق بالسفارة، ولد السفارة بها آلاف مؤلفة من جنود الأمريكان. شو يسوون الأمريكان؟ شو يسوون الأمريكان في الموصل؟ ليش ما نحكي على أمريكا؟ ليش ما نحكي على السعودية؟ التراب الأحمق هو بنفسه حكاها، قال أوباما والسعودية هي أسس داعش. من اللي قاوم داعش؟ الشعب قاوم داعش، المرجعية اللي أعطت الفتوى وقاوم داعش. ليش ما نحكي على أمريكا؟ أمريكا وهاي الأمم المتحدة على أساس هي حقوق الإنسان، كذب، كله كذب كذب. ليش ما هاي اليمن يقصفون يومياً، يقصفون صار لهم 5 سنين. وين الأمم المتحدة؟ وين الأمم المتحدة على الشعب سوريا؟ وين الأمم المتحدة على الشعب العراق؟ كله كذب كذب. والله بس العراقيين هم اللي جاي قاوم. الله يحفظكم. قضية أحمد لحظات استشهادة، يعني أكو تفاصيل كل شوية، يعني تعرفون إحنا كأصدقاء وأخونا هو وجزء من عائلتنا سواء الإعلامية وأخ مقرب إنه بقينا نستفسر ونسأل وما قعدنا خلال هالفترة. تعرفون لأن حكومة ماكو، القوات الأمنية ملتهية، اللي موجودين بداخل الساحة ما نقلوا الحقيقة. بس وصلت إلى استفسارات كلش هواي، وحقيقة إنه أحمد تم غدره بداخل ساحة التحرير. تفاصيل هسه إذا تريدون تفاصيلها ما نقدمكم، أشرح لكم التفاصيل من البداية للنهاية. أحمد تم قتله بساحة التحرير من قبل المجاميع مسلحة، وما اكتفت في قتله وكسر كاميرته وأخذوا الرام التصوير وتبعوا لحد المستشفى بالإسعاف، أيضا كملوا جريمته. اللي صار بيوم استشهاد أحمد متعود كل يوم، أنا اليومين الأخيرة كنت فلاونزا فما يعني ما أقدر أروح، فهو يروح يأخذ الكاميرا مالتي يعني الشخصية، وهو مبدع بالتصوير، يروح يصور كمل تصوير يجي يمي يفرغ الرام ويتوجه مرة ثانية يروح لبيته. باليوم الأخير اليوم يوم استشهاده اجى يفرغ المادة، وهو الأخ عباس الجمالي مروان الفاضل ومنتظر الساعدي اجوا من التحرير. فقال السيد هذه المادة جاي كوبة المادة فعلا بالتليفون بالحاسبة، وصار وقت العشاء الدنيا مغرب، فقمنا تعشينا تمازحنا مثل كل مرة. فطلعوا الشباب منتظر الساعدي ومروان الفاضل راحوا باتجاه الزعفرانية، وعباس الجمالي وأحمد مهنة راحوا باتجاه ساحة التحرير حتى أحمد يروح منك على ساحة الخلاني، مو بالسنك بالضبط استشهاده، يروح للخلاني ويعبر ويصعد ساحة عدن ويروح لأهله من بيتهم بشكوك على طريق الشعلة. فأحمد هنا مر بسيارة الاس ام جي اللي موجودة بساحة التحرير، كانت تابعة لمديرية الإعلام الحربي، ومسؤول المباشر بالتصوير موجود علي الماجد. يقول علي يجي سلم علينا وكذا، اتمازح ويانا وراح. يقول بعد لحظات سمعت الرمي والإرلاقات اللي صارت الحادثة في السنك. يقول ظل ببالي أحمد إنه توجه بهذا الاتجاه باتجاه الخلاني، وأكيد راح يمر على السنك ما سنك، ومن هناك لربما هو قريب على الاشتباك. يقول فاتصلت بأحمد ما جاوبني، اتصلت مرة ثانية أحمد جاوبني وهو يلهي يركض ويقول حتى فرحان. يقول قلت له أحمد أنت وين؟ يقول قال لي صارت اشتباكات وأنا جاي أصور. اللي هنا هاي رواية. يقول قلت له أرجع، الوقت مو زين والاشتباكات قوية ورمي وكذا. يقول قال له ماشي. يقول سد التليفون. اللي هنا رواية علي الماجدي بأنه أحمد راح لساحة التحرير. رواية أبو بعض الأصدقاء اللي تواصلوا بعد استشهاد أحمد وأكدوا لهذا الشيء، قالوا سيد أحمد موجود، يعني أحمد من راح طلع كاميرته مرة ثانية وبدأ يصور فد شيء، وطبيعة اللي صور أحمد كان ويا المتظاهرين ما كان ويا الجهة الثانية ويا
الجماعة المسلحين اللي هم كتائب سرايا شيري يسمون قل يسمون الجهة المسلحة صاحبة السيارات. أحمد كان بالجهة الأولى بجهة متظاهرين. فهذا الولد هو طبعا مسعف قال أنا بيوم اللي استشهد أحمد تعرضت لإصابة من يعني برجلي من وراء. يقول جتنا طلقة ما أعرف طلقة كاتم مسدس. المهم يقول تصوبت برجلي وحتى كنت أصور بجهاز الموبايل مالتي وانسرق من عند الموبايل. أحمد الظاهر صور فشي خطر جدا. المجموعة اللي كانت موجودة ويا بساحة التظاهر اللي بجهة المتظاهرين هذه شغلتها شنو؟ شغلتها بأنه تصفي أثناء الاشتباكات. لما يصير اشتباك ويا الشغب أو يصير اشتباك ويا مجاميع مثلا مسلحة أو تصير قوات أمنية تحاول تتقدم يحاولون يقتلون الشباب اللي موجودين، مرة بمسمى كونه إعلامي ومرة بدون مسمى. حتى طبعا هي من الخبث الإعلامي اللي عندهم حتى يكثرون عدد الشهداء. هذا واحد بساحة التحرير. وثاني شيء يرمون على عاتق الدولة إنه الدولة بدأت تقمعنا وبدأت تقتلنا. هذا اللي كانوا يشتغلونه. فكان الضحية بذاك اليوم هو أحمد رحمة الله عليه ومع مجموعة من الشباب. فأحمد تعرض، احنا طبيعة المصور الحربي دائما وجهه يصير على اتجاه الاشتباك، يعني على جهة المعركة. أحمد تعرض للإصابة بظهره بإطلاقه بوسط ظهره. هذا واحد. أبو التوك توك اللي نقل أحمد يقول نقلت أحمد، يقول بعد ما صارت الهوسة يقول شلت أحمد وخليت كامرته، يعني كامرته كانت موجودة والجنطة مالته وباقي الأغراض مالته. يقول فشلت الكاميرا، العفو شلت أحمد وتركت الكاميرا ورحت. يقول ورا شوية قلت خلي أرجع أجيب كامرته لأن قضية أغراض باعتبار وصل للمفرزة الطبية. قال طبعا كان حي. يقول من رجعت لمكان الكاميرا يقول لقيت الكاميرا متعرضة، يعني مكسورة، هو ما قال متعرضة لإطلاقة. بعدين أنا من جهة الكاميرا شفتها متعرضة لإطلاقة ومفتوح باب الرام ومأخوذ من عندها الرام. إذن أحمد صور فتشي كلش خطر، خلى المجموعة اللي موجودة قريبة عليه تغتاله أولا حتى تزيد عدد الشهداء مثل ما يقولون، باعتبار يتهمون بها الميليشيات ويتهمون بها القوات الأمنية. والقضية الثانية حتى يمحون أي دليل، ولو كان الـ يعني القاتل لو ما كسر الكاميرا كان ظنينا بأنه اللي قتله أو اللي راد يأخذ الكاميرا حرام سارق. لكن تأكدنا 100% بأنه كسر الكاميرا، كسرها وما ماخذها، ماخذ فقط الرام. أكدنا بالدليل القاطع أنه الدليل أو الأدلة اللي كانت موجودة بالرام كان أهم شيء هو محو وجودها. أحمد النقل للمفرزة الطبية، من المفرزة الطبية عمله لكن حاولت أنه أسعفه ما لحقت عليه واستشهد إلى رحمة الله. فهذه القصة تقريبا مجملها مع أحمد. حافظ على اهلي واخواني واخواتي، واهم شيء لا يعرفون السيد السيستاني واحد، ولا يعرفون العلماء والمراجع والفقهاء، هم الاوصياء لإمام المهدي عجل الله فرجه.